السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين. مفيش حد فينا في الدنيا دي ما بيخسرش حد، ممكن يكون إنسان بيحب حد وخسره، ممكن يكون عنده مال وتجارة وخسرها، ممكن يكون شغال في وظيفة وخسرها، ممكن يكون حاجات كتيرة بنخسرها في حياتنا. لكن إمتى نعرف بقى إن ربنا سبحانه وتعالى هيعوض علينا؟ اولا بالرضا باللي ربنا ابتلانا بيه في الواقع، ويبقى ساعه ما هنبقى راضيين هيتزال من علينا الابتلاء اللي احنا فيه ده والخساره دي، وربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى هيعوض علينا. ولكن في دلالات برضو بتبقى في المنام او في الرؤى، وهنقول ان اي حد كان خسر اي حاجه في الواقع، سواء بقى خسر حد عزيز عليه يعني افتقده او توفى، او خسر امواله في تجاره زي ما قلنا، او اي شيء، وشايف بقى رؤيه في المنام ان هو عنده دقيق ابيض في منزله، او بيشتري دقيق ابيض، او مجرد رؤيه الدقيق الابيض، فالرؤيه دي هتكون دلاله ليه ان شاء الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى هيعوضه عن الشيء اللي هو خسره في الواقع، وهيكون بالنظير. يعني ان كان افتقد شخص عزيز عليه فربنا هيكرمه ويجيله حد تاني بداله يعرفه، او ان كان حد بيحب حد وما حصلش نصيب فربنا هيعوضه بحب اكبر، وان كان تاجر وخسر تجارته فربنا هيعوضه بتجارة جديدة وباموال جديدة واموال كتيرة، وان كان موظف وافتقد وظيفته او خسرها او اترفد منها او تركها فربنا سبحانه وتعالى هيعوضه بوظيفة احسن وافضل من حيث المكانة ومن حيث المرتب، وهكذا وهكذا. والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم، وأسعد الله دائما منامكم. أشكركم على حسن استماعكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.